صباح الخير لكل الجميع في بيت الأمة تبع مبادرة الحقوق اللاجئين على فرقة. كيف أخباركم؟ كويسين؟ النهاردة يوم الاثنين 13 شهر 11 2023. طيب عايز اتكلم في موضوع التأشيرة في رواندا. هو على أخبار التأشيرة في رواندا ماشي حاليا. دولة رواندا أي أفريقي بخش بدون تأشيرة. القرار ده أعلن رسميا الرئيس الدولة الرئيس بول كاغامي في مؤتمر السياح الدولي في كيغالي هنا. طيب القرار ده أعلن رسميا الرئيس الدولة بول كاغامي في مؤتمر السياحة الدولي كان هنا في يوم 2 نوفمبر 2023. يعني هو قال شنو؟ هو قال أي أفريقي بيحب يزور دولة رواندا ياخد الطيارة بتاعه وينزل في المطار ويخش في بلد بدون تأشيرة وبدون رسوم. هذا قرار رسمي وعلى طول القرار ده شغال. أي بالنسبة للأخوان الأفارقة اللي بيحبوا بتجي في دولة رواندا، أول حاجة أنت تحب تجي في دولة رواندا، أنت لما تجي وتنزل في المطار لازم يكون عندك مكان عشان تمشي تسكن فيها. أما تسكن في الفندق أما عندك الأهلك الموجودين في رواندا وانت بتواصل معهم هما بيجي بخدوه من المطار. ده أول حاجة أي واحد بيجي هنا في رواندا يخط في دماغه. تاني حاجة الموضوع المحلية، يعني أي زول عايز يسافر لازم يكون عنده فلوس على احتياطي في جيبه، عشان انت عارفين الدولة رواندا دولة سياحية وناس بخشوا كتير في دولة، والمعيشة المعيشة اللي شغال في العاصمة معيشة متوسط مش غالي اوي بالنسبة للبعض من دولة الأفارقة. لكن اي زول هو جديد في دولة لازم يكون معه فلوس، عشان انت مش تعرف المكان ولسه انت جاي جديد لازم يكون معك فلوس عشان انت تصرف بيها مؤقتا. بالنسبة للناس اللي عايزين يشتغلوا في دولة رواندا، اما حاجة تكون انت عندك الشهادة قوية ولازم يكون عندك خبرات في الشهادة بتاعتك او في عمل بتاعتك عشان انت تقدر تدور الشغل في سوق العمل. ده كلام المهم جدا عايز اوصل عليكم. لا في ناس عندهم سؤال تاني هم ممكن يصل السؤال تحت الفيديو ده وانا برد عليه. وشكرا واتمنى اسبوع بداية الاسبوع اسبوع كريم لكلكم واحد واحد بدون فرص. شكرا معكم ألفريد.